السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نعرض لكم فيها أهم المقالات التي تناولت قضايا محلية وعالمية. نبدأ مشاهدينا من صوت العراق ومقال بعنوان سرقة القرن بين سيادة القانون وسيادة الحيتان لصلاح الصافي. جاء فيه: سرقة القرن ليست عملية فساد اعتيادية في العراق، بل هي تجسيد لمدى تفشي الفساد في جميع مفاصل الدولة العراقية. وسرد المقال تفاصيل اختفاء أكثر من 3.5 تريليون دينار عراقي من أموال الأمانات الضريبية، وكيف كشفت هذه الفضيحة. الأسماء المتورطة وأبرزها نور زهير أصبحت محط أنظار الإعلام والشعب العراقي. ومع محاولات القضاء والنزاهة التحقيق في هذه القضية، فإن التساؤلات عن مدى قدرة هؤلاء المتهمين على تنفيذ هذه السرقة الكبرى بمفردهم لا تزال قائمة. من يقف وراءهم؟ وهل سيتمكن القضاء من محاسبتهم فعلا؟ ينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادرا ما تستهدف مسؤولين كبار. وقد أكد قاضي التحقيق أن عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين آخرين. وكما يعلم الجميع أن الفساد في العراق مستشري، وهو فساد مؤسساتي مستمر ومتغلغل في كل مفاصل الدولة. وبعد اكتمال التحقيق تم إحالته إلى المحكمة المختصة، محكمة الجنايات، وقد حدد يوم 14 من هذا الشهر موعداً لمحاكمته ولوجود المتهم خارج العراق. وهذا أمر غريب للغاية أن يكون متهم بهذا الحجم دون أن يمنع من السفر. تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 27 القادم، وحضوره على ما أعتقد سوف يحرج القضاء، لأن من الصعوبة للغاية بمكان أن يعود ويقف في قفص الاتهام دون ضمانات كافية. وهذا سيؤثر على سمعة القضاء، بل يمس سيادة الدولة العراقية. والسؤال الأهم هنا، هل أن المتهم يمتلك هذه القدرات الخارقة لوحده؟ نقول من المستحيل أن يكون نور زهير والمتهمون الآخرون معه قاموا بسرقة القرن لوحدهم، بل هناك منظومة كاملة تقودها حيتان تسيطر على كل مفاصل الدولة وراء هذه السرقة. وهؤلاء الحيتان معروفون لدى أغلب السلطات والشعب، ومن يقترب منهم يحترق، وللعراق الله لا غير. إلى صحيفة المدى ومقال بعنوان حدثنا نور زهير. في هذا المقال يطرح علي حسين تساؤلات عن شخصية نور زهير الذي أصبح رمزا للسارقين في العراق. وذكر الكاتب أن العراق أصبح مليئا بعلي بابا من المعاصرين الذين يتسترون تحت غطاء القانون. ويصف الكاتب كيف أن البلاد غارقة في فساد مستشر، إذ يتلاعب السياسيون بالقوانين لتحقيق مصالحهم الشخصية. ثم يسخر الكاتب من المشاهد المتكررة التي نراها على شاشات التلفاز العراقي، مشيرا إلى أن الشعب العراقي بات يعرف هذه القصص جيدا ويعيشها يوميا. ولو كان العلامة محسن مهدي على قيد الحياة لكان قد شاهد علي بابا نسخة 2024 وهو يرتدي ساعة يتجاوز قيمتها الدولارية ثمن 5 بيوت تبنى لفقراء هذا البلد. وأن نور زهير وأشقاءه الذين أصبحوا مليارديرية وجمعوا المليارات من الدولارات في زمن قياسي لم يتجاوز العام الواحد، لم يقرأوا 1000 ليلة وليلة، وأنهم وجدوا كنز علي بابا مطروحا أمامهم. ألم يخبرنا نور زهير أن 3 مليارات دولار التي نهبها في وضح النهار لا تعود لخزينة الدولة؟ وسمعناه يردد بكل ثقة: ولا دينار واحد يعود للدولة، ليؤكد لنا أن ما جرى هو كذبة وأن العراقيين عاشوا في الخيال،
فلا توجد سرقات أصلاً، والأمر باختصار هو مبلغ بسيط، مليارات من الدولارات لا صاحب لها، استولى عليه السيد نور بمساعدة بعض المسؤولين والسياسيين، هي مسموحاً قانوناً. هكذا أتحفنا المحامي علي بدران وكيل الشاطر نور زهير، لأن الفعل الذي قام به موكلي من الفعل المسموح به قانوناً، وأن القانون اعتبرها من الأفعال المعتمدة قانوناً، وهي مسألة طبيعية للغاية. على مدى 21 عاماً عشنا مع سياسيين ونواب ليس لديهم شيء يقدمونه للعراقيين، فالمجلس مشغول للغاية بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، فهو أهم من سرقة المال العام. وخطباؤنا الأفاضل يصرخون ليل نهار في الفضائيات وأحوال شخصية. ومن العربي الجديد نقرأ مقالا بعنوان نظام الأزمات في العراق، إذ يقدم أحمد سعداوي تحليلا للأزمة الحالية في العراق المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية. يرى الكاتب أن هذه الأزمة ليست سوى تجلي لمشكلة أكثر عمقا تتعلق بمحاولات تشييع الدولة العراقية، ويوضح المقال كيف أن هذه المحاولات تحرف الانتباه عن القضايا الأكثر أهمية كالاستقرار الاقتصادي وتنمية البلاد، بدلا من التركيز على التنمية والبناء، إذ ينشغل السياسيون بقضايا طائفية تزيد من تفرق المجتمع وتضعف وحدته الوطنية. يحرف الانشغال بتشييع الدولة وأسلمتها بوصلة الاهتمام العام لقضايا أكثر حيوية وأهمية، مثل وقوف العراق على الحافة بسبب تخصيصه ما يقارب 70% حسب بعض الإحصاءات من واردات النفط لمرتبات الموظفين والرعاية الاجتماعية والتقاعد. فإذا نزلت أسعار برميل النفط إلى حدود 60 دولاراً، فستكون الواردات كافية بالكاد لتسديد هذه المرتبات، فضلاً عن التذكير بتمويل المشاريع الحيوية والتنموية. الانشغال بمأسسة زواج القاصرات وتشريعه وسلب مزيد من حقوق المرأة التي أقرها قانون الأحوال المدنية النافذ يحجب النظر عن الكوارث التي يعيشها المجتمع العراقي من سنوات عجاف بسبب الزواجات المبكرة، والتي تؤدي إلى الطلاقات المبكرة ثم ضياع الأبناء ما بين الأبوين. إن نظاماً سياسياً يقسم المجتمع العراقي إلى جماعات ولا يعمد إلى تنمية البيئات الجامعة لكل العراقيين وإلى تشريع قوانين للمواطنين كلهم دون تفريق، والتفكير بمصلحتهم الجماعية، ويخشاه من الرقابة ويحارب من ينتقد أو يكشف الخلل، لن ينتج استقراراً أو تنمية حقيقية، مكرساً جهده لاختلاق الأزمات ذات النفس الطائفي والعنصري والتي تحفز جمهوره الضيق من المتطرفين في مواسم الانتخابات. إلى موقع كاونتر بانش نقرأ منه تقريرا بعنوان الغرب يشارك في إبادة غزة بسلاحه في حين يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. ناقش هذا التقرير الدور المزدوج الذي تؤديه الدول الغربية في الصراعات الدولية ولا سيما غزة، وفي حين تدعي هذه الدول الدفاع عن حقوق الإنسان فإنها في الواقع تسهم مباشرة في تفاقم الأزمات من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. تناول المقال كيف أن تجارة الأسلحة العالمية التي تسيطر عليها الدول الغربية هي أحد العوامل الرئيسة وراء استمرار النزاعات المسلحة في الجنوب العالمي. أسوأ هذه الحروب وأكثرها دموية تجري حاليا في غزة، وهي واحدة من أفقر المناطق وأكثرها عزلة في العالم. وخرجت مجلة لانسيت برقم مرعب لعدد الشهداء في غزة، مشابه لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، على الرغم من أن المجلة الطبية قالت إن استنتاجاتها استندت إلى تقديرات متحفظة للوفيات غير المباشرة مقابل الوفيات المباشرة التي غالباً ما تنتج عن مثل هذه الحروب. وفي حال انتهت الحرب اليوم
أي 20 من حزيران يونيو، فإن 7.9% من سكان قطاع غزة سيموتون بسبب الحرب وتداعياتها. هذا يعني ما يصل إلى 186,000 حالة وفاة أو أكثر وفقاً لمجلة لانسيت. وأضافت: لا يموت الفلسطينيون في غزة بسبب فيروس لا يمكن تعقبه أو كارثة طبيعية، بل يموتون في حرب بلا رحمة ولا هوادة لا يمكن استمرارها إلا من خلال شحنات ضخمة من الأسلحة، والتي تستمر في التدفق إلى إسرائيل على الرغم من الاحتجاجات الدولية. ورغم قرارات محكمة العدل الدولية استمرت الأسلحة في التدفق، وكان معظمها يأتي من الحكومات الغربية. ومن غير المستغرب للغاية أن المصدر الرئيس للأسلحة هو الولايات المتحدة الأمريكية، تليها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. ونواصل مع تقرير موقع كاونتر بنش الذي جاء بعنوان: الغرب يشارك في إبادة غزة بسلاحه بينما يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. فمع إعلان تقليص إمدادات الأسلحة، ولكن الغرب يستمر في تسليح إسرائيل، إذ أوضح التقرير التناقض بين تصريحات بعض الدول الأوروبية بشأن تقليص إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل وبين استمرار هذه الدول في إيجاد محاذير قانونية لتأخير الحظر التام. تظل واشنطن المورد الرئيس للأسلحة إلى تل أبيب، وفي عام 2016 وقع البلدان مذكرة تفاهم أخرى من شأنها أن تسمح لإسرائيل بتلقي 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية. وهذه هي مذكرة التفاهم الثالثة التي يتم توقيعها بين البلدين، وكان من المقرر أن تغطي الفترة ما بين 2018 إلى 2028. ومع ذلك دفع العدوان على غزة صناع القرار في الولايات المتحدة إلى تجاوز التزاماتهم الأصلية من خلال تخصيص 26 مليار دولار أخرى، 17 مليار دولار من المساعدات العسكرية، مع العلم جيداً أن غالبية ضحايا غزة وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة نفسها هم من المدنيين العزل، ومعظمهم من النساء والأطفال. وعلى هذا فحين تحث الولايات المتحدة على إنهاء الحرب في غزة بينما تستمر في إغراق إسرائيل بالمزيد من الأسلحة، فإن هذا المنطق يبدو معيباً تماماً ومنافقاً تماماً، وينطبق نفس النفاق على دول أخرى معظمها غربية، والتي تتظاهر بوقاحة بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان والسلام الدولي. يمكن للمرء هنا أن يستمر في القول بأن إسرائيل يجب أن تحترم القانون الدولي، ولكن ما فائدة الكلمات المجردة عندما يستمر الغرب في توفير سلاح القتل دون أي مساءلة أخلاقية أو قانونية؟ هذه وقفة قصيرة مشاهدينا مع الرسوم الكاريكاتيرية. الحصول على وجبة طعام أو رغيف خبز أو التقليل من الماء يتطلب ساعات من الانتظار، ساعات يشارك فيها الجميع كبارا وصغارا، يقفون تحت أشعة الشمس الحارقة لتأمين ما يبقيهم على قيد الحياة. هي معاناة يومية لا يمكن إلا أن تتكرر، فهؤلاء يعيشون حتى لا يموتوا بعدما
فقدوا كل مقومات الحياة. موجعة هي مشاهد الصفوف التي لا تزال على حالها منذ الحرب الأولى، حالها حال التهجير المستمر والموت الجماعي المستمر، ويصعب تصديق أنها قد تنتهي يوماً. حتى شحن الهواتف يحتاج إلى الوقوف في صفوف طويلة. تصليح الأحذية أو الثياب، كل ما هو يتعلق بمستلزمات الاستمرار، يفرض انتظاراً طويلاً. ولا خيارات أمام الأطفال إلا مشاركة الكبار. مشاهدينا الآن، مشاهدينا الكرام، تقريرا اخترناه لكم من مواقع الصحف. مكان ما تشوف فيه بالشمس حتى، أنا لما شفت الوضع هكذا يعني مستحيل إن أنا أوصل منه أرجع مرة ثانية للبلاد. قررت أن أمارس حياتي بطريقتي، يعني طريقة ثانية غير الطريقة التي كنت أفكر بها من أول قبل ما أطلع من البلد. كل مواطن يمني في المناطق المحررة فعلا يعيشوا كأنهم خارج اليمن خالص، مش كأنهم في اليمن، مش قادرين يوصلوا لأهاليهم. حقيقة عندما نتحدث عن موضوع مثل هذه المواضيع التي أخذت مساحة في المجتمع اليمني كبيرة، حدث ما يسمى بعامل الارتدادات النفسية للنازحين الموجودين في كل بقاع اليمن. تأثروا نفسيا في جوانب متعددة. من هذه الجوانب التي تأثروا فيها ما يسمى بالعزلة الاجتماعية، بينما نحن في مجتمع واحد يمني، لكن حدث ما يسمى بالعزلة الاجتماعية التي هي مقاربة للعزلة النفسية. حدثت عندهم ما يسمى بردود فعل الصدمة النفسية. من أهم ردود هذه الصدمة التي هي الرهاب الموقف، صار الشخص يعاني من رهاب الذي هو رهاب العودة إلى المكان الذي نزح منه، ولذلك تأثر بذلك الشخص وتأثرت الأسرة. في ختام جولتنا الصحافية مع صدى الأقلام، تقبلوا تحيتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.